كوكو البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات، غدا اليوم غنشارك معكم وصفه ديال الجسم من بعد الحمام، واحد الوصفه واعره خطيره للجسم. بالنسبه للناس اللي عندهم دوك الحبيبات في الجسم ديالهم، يعني كيكون الشعر تحت الجلد، من بعد هاد الوصفه البنات غادي يطيروا. وصفة خطيرة واعرة، كنتمنى البنات تجربوها. جربوها، راه انا جربتها شحال من مرة وعطاتني نتيجة زوينة. داكشي علاش البنات بغيت نشاركها معاكم. انا كيف قلت لكم، راه غادي نشارك معاكم غير الوصفات اللي انا جربت. كتعطي واحد النعومة للجسم، وواحد البياض. بالنسبة للناس اللي بايضين، راه غتعطي واحد البياض فوق البياض ديالهم. والناس اللي كيكونوا صابرين هكذا بحالي، راه كتشوفي واحد النعومه في الجسم ديالك وواحد اللمعان في البشره ديالك. فالبنات، غادي نخليكم مع الوصفه، تبعوني من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه. اللي كاينين في الوصفه عندي هنايا دوف. نتوما تقدروا تستعملوا اي صابون عندكم. انا عندي الدوف، هو اللي باش كنغسل الوجه ديالي، ما كتنشفش ليا البشره ديالي. المهم، عندي انايا بشره عاديه، فدوف انا هي اللي كنستعمل. نتوما تقدروا تستعملوا اي صابون. هنايا عندي الخميره ديال الحلويات ولا بيكن باودر. انا عندي هاد النوعيه، كاين في المغرب ولا في البلدان الاخرى، كاينه ارزا، المهم ديك الحمراء. انا عندنا حنا في طاليان هاد الخميره، هادي هي باش غادي هي باش غنستعمل. المهم، كنستعملها حتى لوجهي انايا الخميره ديال الحلويات، ما كتاثر ليا على وجهي، ما كدير ليا لا حساسيه لا والو. المهم، هاد الوصفه كنصحكم ديروها غير للجسم ديالكم، ما ديروهاش للوجه ديالكم. هي تقدر تكون حساسه للوجه، من الاحسن ما ديروش لوجهكم، ديروها للحم ديالكم، راها خطيره. هنا عندي زيت الكوكو. زيت الكوكو كيف كتعرفوا زوين للبشره، كيرطب البشره ومغذي، غيعطينا الدوف والخميره ديال الحلويات، البيكنج باودر غيعطينا تبييض، ولكن الزيت ديال الكوكو هو اللي غيرطب لينا الجسم ديالنا. داكشي علاش غادي نستعمل زيت الكوكو. اللي ما عندوش زيت الكوكو يستعمل زيت اللوز، حتى زيت اللوز الحلو راه خطير للبشره، زوين. يعني عوضوه بزيت اللوز. اول حاجه غادي ناخذ الضوف وغادي نحكها، غادي نحكها هنايا في هذه البلاصه رقيقه. القياس اللي غادي يكفي لي الجسم ديالي، غادي ندير نص ديال هاد الصابونه. البنات، كنصحكم واحد النصيحه، ان هاد الوصفه ديروها وما تعاودوش ديروها مره اخرى. يعني ملي تمشيو للحمام، هاد الوصفه كتستعمل من ورا الحمام. ملي تمشيو للحمام حكوا، يعني هذه غتولي غديروها بحال بلصم. يعني اخر مرحله مني غتسالي في الحمام، غدهني الجسم ديالك كامل، وغتبقاي 10 دقائق، ومن بعد غادي تشلي وغادي تلبسي حوايجك. ما ديري لا مرطب لا حتى شي حاجه، هذه كترطب، راه فيها زيت اللوز ولا زيت الكوكو اللي غندير انا. هي مرطبه، يعني كنديرها انا صافي وكنلبس حوايجي بلا ما كنحتاج انني ندير كريم مرطب ولا شي حاجه. صافي البنات، مهم انا غادي ندير هذا القدر، هو اللي كيكفيني بحال هكا. غادي نجيب ملعقه كبيره هكا 6 غرام، هذيك الخنيشه ديال سميتو اللي كتكون عندكم، كاينه في المغرب. وهنايا غادي نزيد زيت الكوكو، غادي نزيد جوج معالق، غادي نخلطها مزيان. غادي نزيد دابا شويه ديال الموارد هكا،
هكذا ونكمل هكذا نخلط. بالنسبة لطريقة الاستعمال غادي من بعد ما غادي نحك الجسم ديالي بالكيس المغربي او الليفة كنحيد داك الجلد الميت. من بعد كناخد هاد الوصفة هادي وكان كيف كتشوفوا البنات راه كتولي على شكل كريمي هكذا. غادي نشد غادي ندهن الجسم ديالي كامل. انا مازال يلا غندخل دابا للدوش وغادي ندهن الجسم ديالي بهاد الخلطه هادي بهاد الطريقه بحال هكذا وغادي نخليها على الجسم ديالي لمده ديال 10 ديال الدقائق. ومن بعد غادي ناخذ الحلفه اللي كندير بها الصابون وغادي ندوز على الجسم ديالي. راه بحال كتولي يعني كتعطي واحد الرغوه واحد الرطوبة في الجسم صافي وغادي نتشلل والتحويجي. البنات هذه هي النتيجة من بعد ما خرجت من الحمام. واحد نعومة الجسم وواحد اللمعان. البنات في الحقيقة هذه الوصفة زوينة. البنات كنصحكم انكم تجربوها وكيف قلت لكم انا غادي نعطيكم وصفات لي انا فيت لي جربتهم وعطوني النتيجة. فالبنات الى عجبتكم الوصفة وجربتوها ما تنسوش تري لايك الفيديو باش نزيد نعطيكم وصفات اخرين.